على سوق بنزرت شنو احواله. الحوت متوفر من بحر والا لا؟ فما برشا اليوم كليونات دخلوا عرفوا لي برشا حوت مربي مش نتاع بحر، شنو رايك؟ ايه بالنسبه للاسماك متوفره كيما تشوفوا، بالنسبه للحوت المربي فما زوز انواع برك يتربيوا اليوم. الورقه والله يشوف هذا اللي يتربى في غار ملح في الماء المالح، قاروس والورقه هذا ما برك يتربيوا، حتى الاسواق نتاعهم معناتها تقاوم اقل من الاسواق الاخرى. الباقي الحوت حوت بنزرت معناتها مناني تاع بنزرت معروف، اجل فما المناني بالكعبه ولا ترونش، فما المناني ترونش هاك كبير، فما الجغالي اللي وريولك هذاك الاحمر معروف على بنزرت، الكسكسي بالمناني معناتها بنزرت معروفه بالكسكسي بالمناني ولا كسكسي بالجغالي، فما القراد، فما اللانغوستين، فما تريليه الاحجر، فما الكريفيت، فما النزلي هذايا أو نزل هذا يجي فيليه للصغار، يتعمل فيليه يتنحى السلسول نتاعه هذا يجي فيليه، فهمتني؟ حوت بحري تاب بنزرت، فما القرنيط، فما السوبيا زاد حية هكا فريشكا، قرنيط حي بالكدا مازال من بحر ويتحرك، معناتها الأسماك الحوت كل متوفر في بنزرت، فما شوية نقص البيعان ما فماش برشا بحكم الكونفينمون والتنقل بين المدن معناتها مسكرة. ما عارفين يجيو الكليونات من تونس من باقي ما تجيو البنزرت. جيب المواطن الفراغة شوية. وجيب المواطن كيما تعرف. احنا هاكا نحاولوا نوفروا الأسماك معناتها الكليونات نتاعنا. وإن شاء الله معناتها إن شاء الله فما بيع وفما موفمون اليوم، إن شاء الله نرى حد نستناه وإن شاء الله تحرك شوية السوق، فهمتني؟ كيما قالوا لي زملائك لهنا التجار، قالوا لي من السادس العشرة أيام نتاع راس العام الحوت ما يقعدش، الناس صحيح. تبدا تهبط تاخذ في الحوت. صحيح. يعني يظهر لي تحتفلوا في بنزرت الأكثرية بالحوت. إيه في راس العام فما شوية موفمون، معناتها يجيو العباد حتى من برشا بلايص يجيو يحبوا ياخذوا معناتها الحوت الشي طيبوه في راس العام، فما سيرتو يركزوا سيرتو على الشفريت. توسكي شفريت فرويد مير. فهمتني؟ السوبيا، الكالامار، القرنيط، باش يعملوا العشاء نتاعهم، الكريفيت اللي شفتوها زاد هذيك، معناتها يحاولوا ياخذوا توسكي حوت نتاع الرخويات، نسميهم احنا الرخويات اللي هما السوبيا والكالامار والشفريت والكريفيت. احنا عندنا مرجان فهمتني ولا؟ عندنا هذا الموين وعندنا الخشين، المرجان الموين عنده 14800 فهمتني؟ ما في سوم معناتها نتاع الزوالي معناتها نتاع الانسان معناتها قليل ينجم يشري منه، وعندي القراض اللهم صل يعني به سمو به على بوك كان ب 30 هذاك القراض هاكا ب 16800، عندي دخشين شويه 19800، عندنا كعبه الحمراء هذا بنين برشا راهو حوت بحر بن حتى من الورقه تاع البحر هذا بنين برشا، وعندي النظري الخشين اللهم صل يعني به 15800 النظري الخشين فهمتني، عندي كالعاده القاروس والورقه وعندنا شويه غزير، وعندي كعبه الطن هذاك البلاميط نقولوا له بلاميط فهمتني ولا، وان شاء الله ربي يحرك الاسباب فهمتني، خاطر سي ديجا ناقصه شويه، ناقصه برشا زاده مش شويه. حتى البحاره فما شكون خرجوا اليوم غير حوت، فما شكون بيتوا في البحر وروحوا ما غير حوت. الطقس مو بيتون خاطر فهمتني ولا، على الطقس خاطر سافا با شويه فهمتني، حاول الليل غدوه ومن بعد غدوه ان شاء الله يصبح شويه حوت، اما المشكله مش في كثره الحوت، المشكله في الاقبال على الحوت، فمش برشا اقبال على الحوت فهمتني. عليه هيك فهمتني المشكله هذيك الكبيره فهمتني، والدوله زيد ما هيش قاعده راي، فما حلقه ناقصه راي في الحكايه راه ومانيش فاهمينها شنو نحن الحلقه، نحن بطبيعتنا انا كيما راه العباد فهمتني، فما حلقه ناقصه اختي الغالي، العباد تحب تشري مي ما فماش لي مويان ما فماش فلوس، احنا نحبوا نشوفوها شنو الحلقه هذه الناقصه شنيا، انت تهبط العباد تفرج في الحوت تروح ما انت ما ياخذوش فهمتني، وان شاء الله ربي يحرك الاسباب. اخي ربي موجود من كل شيء، قراض، ورقه، قاروس، بوري، تريليا، قرنيط، حي هاك تغزل له القرنيط ها. يتحرك اختي. ها. قريتهم ها قرنيط حي. حي القرنيط. وما فيقول البيو يجيبوا ربي. فهمتني اختي؟ فماش فلوس تدور. الناس كل سلعه تجيب فيها وتلوح، الناس كل تلوح. فهمتني؟ فاكثر قرنيط حي. العباد ما فماش. الناس فلست، الدولة العظم خلتها. يعني الناس تجي تتفرج بعينيها وتروح. الناس تجي تتفرج بعينيها وتروح، ترى أنت ترى في السوق أختي، الناس كل تتفرج وتروح. فماش بيوا جملة. الناس فلسة ما عنديش، نستنوا حتى لو 25 لو 26 يجيبوا لهم الشهرية،
وكاو نخدموا نهارين في الشهر نحن بنزرتين. زادت الكوفر فيه هذه التوانسه ما عادش يجيو، مات سوق بنزرت. بنزرتي قداش ياكل حوت؟ قداش ياكل حوت اختي بنزرتي؟ توا منين تجيبوه الحوت؟ من كل بلاصه، من كل بلاصه. انا حوت بنزرت وانا نسوقوا من تونس، اما هذا ترى فيه كله حوت بنزرت. وعز حوت في كامل التراب التونسي حوت بنزرت معروف. عز حوت حوت بنزرت في كامل التراب التونسي. البنا والمطعم وبحر غريق كلهم تاع غريق. احكي لي على الحوت في بنزرت متوفر للناس، فما اقبال على الحوت تشري العبيد ولا؟ سامحني اختي، فما الحوت خير ربي، ربي يعطي خيره بالحوت تسمع فيا، وما فماش شري، ما فماش فلوس. منين تيموني؟ ناس مزمر عليها. ماذا تو كعبه حوت ما تقعدش الوقت هذا، ريت 10 ايام تاع راس العام هذوما ما تلقاش الحوت هذا كله. ما فماش قبال. حتى انا كبحري مشي متشجع باش ناخذ. مشابط الحوت. يساعدوا يجيب اربع كعبات ويروح خير. نجيب كعبتين تو نطلعهم نجيب كعبتين تو نطلعهم حيين نبيعهم ونروح خير من اللي نبيت ليلتين ومن بعد تلقى روحك نص جرناطه مصور. ماشي عباد هاك تشوف فيها الدور 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 هاك عندك يمكن يجي ساعة ولا أقل من ساعة دخلت لهنا قليل فما طرف سردين هاك رخيصة العباد تشري منها ويسقطوا منها مع حوت باهي والناس كل ما يشري ما فماش فماش ياكلوا الغنانسية جماعة الغنوش لا هذوك يا أخي شنو هي؟ هذا سون جاك هذا كيما نقولوا نحن لا إله إلا الله محمد رسول الله مول عربي بنين برش يجي مشوي يجي مقرونه يجي سلطه فرويد مير زاد كل قد الكيل 7000 رخيص هاك تشوف تشوف اخزر الحوت خير ربي هاك تشوف ما فماش مع النورمال مو راهي كل واحد يوزن راهو يوزن يوزن ان شاء الله ربي مع تونس والله ان شاء الله ربي مع تونس والله تونس تونسي لتونسي رحمه راه اما الجوارات اللي شادين تو الضمان شادين تونس ياكلوا ليس يمدوا ان شاء الله ربي معهم ان شاء الله ربي مع تونس ربي مع تونس وربي مع الشعب التونسي والتونسي والتونسي للتونسي رحمه راهو بالله كلام اختي بجاه ربي بجاه ربي يا غنوش يا دوله يا رئيس دوله فردوا العباد شويه راكم خنقتونا اللي وانت تعمل في دوره في السوق في سوق بنزرت سوق الحوت قول لي شو الاسواق تعجب ولا ما تعجبش والله الاسواق ما انا توا اللي قاعد نشوف فيها اسواق في متناول الجميع وال الحاجه الباهيه ديما غاليه راهي نحب ولا نكره راهي الحاجه الباهيه ديما غاليه تو كيما اليوم الحاجه برك اليوم في مرشي بنزرت نلقى برشا حوت مربي انا نجي بنزرت باش ناكل حوت مش مربي نلقى برشا حوت مربي الاسواق باهيه نشوفوا في البلاميط ب 5000 نشوفوا في الواحده السردينه ب 3000 اسواق في متناول الجميع نشوفوا بارابور للحم كيفاش تعرفوا الحوت مربي ولا مش مربي؟ هكا ظاهر مربي مربي ولا مش مربي؟ هاكا هذاك انت بحق هاكا تراهم كل كيف فرد كبر وشب ولا معانا هذاك مربي الموش مربي تلقاه كعبه كبيره كعبه صغيره كعبه حتى في اللون مش هو بيدو باش تشري ولا باش نشري ايه نوج على سبادون انا اليوم لقيته عليه لقيتها ولا كان نعمل دوره نشوفها من السوم خير ونشري قد ايه لقيت؟ السبادون ب 25 كيلو حبوا الاولاد الصغار قد سبادو ما فيه شوك والله شو نقول لك خذيت ملعبنا حوت معناها بحري ماهوش فهمتني ب 14 و 800 السويم غالي والله بالنسبه للطقس باهي سما سومها باهي سما باهي سومها مش دوني باهي وقتاش ترخص للسويم وقت اللي طقس باهي بالطبيعه طقس باهي واللي فهمتي السيد يخرج لبرا يخرج فهمتني نجم يصطاد فهمتني اما ذا اللي شتاء وعاصفه وريح بالطبيعه باش تلقى حوت بالطبيعه يغلى شوي. بنزرت ما تسمي عليها الحوت ومعروفه بالحوت معروفه بالحوت الفريشك اللي يخرج من بحره للسوق الا انه اليوم في السوق نشوفوا في برشا حوت مربي نشوفوا الاسويم غاليه. صحيح بالنسبه للغالي للمربي غالي فهمتني والوكيل هو يعرف يزي بالعكس وليت المربي غالي واللي من بحره. اي اي يمشوا للكاليبر فهمتني الكبير هو ديما المربي تلقى الكاليبر نتاعو ديما اكبر فهمتني ينظر فهمتني يشوف منظره خير اما ديما البحري تلقاها اقل شوي كاليبر فهمتني والله الاسوم بالنسبه للدنيا الشتاء اللي يعرف بحال قد قد الاسوم مناسبه ماهيش خايبه كله قدير وقدر الحق يقال الخضره كيفيه الخضره خير ربي والاسوم باهيه اما بالرسمي باللي
السوق اللي تعرفوا غلا انت سوق الحوت، كي تغلى السردينه، السردينه فاتت 4 5000 السوق غالي، السردينه ب 3000 و 2500 باهي، السوق باهي وراس ولاد ولد بحر عندك ونعرف والله الحق يقال باش يقولوا الدنيا غاليه على الناس الكل، الدنيا الدنيا غاليه على الناس الكل، العباد قاعده تخلص زاد. قول لي شو شريت انت؟ انا شريت اختي طرف خضره وشويه باش نعمل شوربه نتاع الشعير، حاشاك هذه قصبه هاك هذيك قصبه باش نعمل شوربه نتاع الشعير، وخذيت حاله وبردي شحوت وليدات، لا ما خذيتش ما نكتبش عليه، الدنيا بدات نتاع شوربه نتاع عندك برغو اللي يحب يفهم قد قد الشتاء حق يقال، الحوت والمقلي نتاع الصيف راهو ربيع. السوق ثم الغالي وثم الرخيص، ثم كل قدير وقدره، كل قدير وقدره. برشا حوت مربي في السوق؟ نعم. برشا حوت مربي؟ لا المربي هذا ما ندورش به انا، هذا بيع حاجه فريش من البحر نتاعه، فهمتني؟ والحوت تو مش موجود، حوت نورمالمون مش موجود، يبدا غالي مثلا، فهمت؟ ثم في المتناول، ثم اللي ثم الغالي، ثم رخيص، كل واحد كل قدر وقدر. فما شكون قال لي الاسوام تغلى على خاطر الحوت يتعدى من يد ليد باش يوصل للمارشي؟ هذه حاجه ظاهره، تعدى معصبه على 4 أو 5 ايدين باش يوصل الوكيل، هذه حاجه ظاهره. والله برشا اسوام، فما متوسطة متوسطة. نحن ديما في بنزرت اللي كان سردينة غالية راهو الحوت غالي. ولكن سردينة رخيصة راهو الأسوان بحاول لها لاباس، فهمتني؟ مع الطقس هكا توا ماهوش هو، تلقى ديما الأكثرية متوسطة شوية هكا، فهمت؟ تبارك الله موجود الحوت، أما الأسوان ديما ماهيش مش هي اللي في العادة، فهمت؟ الأسوان تسمى غالية شوية بالنسبة للأيامات العادية. تصور إن شاء الله الأيامات القدام بحاول لها تولي لاباس هكا، فهمت؟ بحاول لها. شنو هو الاسباب اليوم اللي تخلي سوم الحوت اغلى؟ والله ما اخذت اليوم نهار احد والعباد بكل نهار هذا الوحيد تفضى فيه العباد، فهمت؟ لازم كل تهبط الوقت هذا باش تاخذ هيك، يعني الحوات او البياع يخدموا على رواحهم، فهمتني؟ اي سوم يبيعوا به العباد مضطره باش تشري به هكا. يعني الشاري اليوم المستهلك المواطن مسكين اليوم، الطقس ضده، النو ضده، لحد نهار لحد السوق يولي ضده، وزيد القشارة خليني نقول والتجار اللي وصلوا للسوق في الاخر الحوت ضد. كيفاش قلت لك القشارة شبيهم؟ اللي وصلوا في الاخر للسوق الحوت. قديم الواحد يشري من عند هذاك ومن عند هذاك؟ والله ايش بقول لك، فما اللي يشري من عند الحواتة في المباشر والاكثر ياخذوا من السوق، فهمت؟ فما حتى اللي هابط في تونس باش ياخذ باش ياخذ الحوت. تصورت احنا بنزرت نسمي على الحوت وعندنا شكون يهبط يعني تونس باش ياخذ الحوت نتاع بنزرت، باش يوريك يعني قداش من يد ولات فيه، فهمت؟ يعني تو كل حوت كل خضره ملفه تلقى موز، يعني تلقى الوسيط واحد تلقى اكثر من وسيط، تلقى حتى 3 و4، فهمت؟ هيك خلي الاسهم تغلى.